المملكة. لذلك خلونا نعرف تفاصيلها مع الأستاذ عبد العزيز الحصيني. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله وسعيدين بتواجدك مجددا في أخباركم. وفي البداية نبي تبشرنا، وش هي الحالة المطرية الجاية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنا أسعد أيضا بكم بالمشاهدين والمشاهدات في قناة المجد، حياكم الله. طبعا الحالة الممطرة هي بدأت يوم الأحد الماضي وأثرت ببعض الأمطار، كانت في معظمها من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المحافظات منطقة الرياض الجنوبية والغربية وحتى وصلت إلى العاصمة، ولكن بشكل خفيف جدا، وأثرت أيضا على مناطق الجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من مكة، وخاصة كلما اتجهنا شرقا. ومتوقع بإذن الله تعالى أن تتوسع الحالة الممطرة لتشمل المناطق الأخرى، نواحي منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، منطقة المدينة ومكة والقصيم والباحة وعسير وجيزان ونجران، وحتى أيضا منطقة الرياض فيما بعد والمنطقة الشرقية. والحالة متوقع أن تتسع زمانيا ومكانيا، بمعنى أصح متوقع استمرارها فترة ليست بالقصيرة، وأيضا متوقع أن يكون امتدادها عن المناطق التي تم ذكرها قبل قليل. نعم. الأمطار إن شاء الله متوقع أن تكون متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة وأحيانا غزيرة، قد تصحب بحبات من البرد ورياح نشطة. ما شاء الله. نعم. طيب أنت خابر أستاذ عبد العزيز، رمضان الآن مقبل ورمضان على الأبواب، فكيف هي الأجواء اللي راح تكون في رمضان وراح نعيشها بإذن الله؟ المتوقع بإذن الله تعالى، طبعا رمضان هذا السنة متوقع أن يكون في فصل الربيع. نعم. وعادة الربيع وأي فصل من فصول السنة، سواء كان الربيع أو الربيع والخريف، المرحلتين مرحلتين انتقالية. فإذا كان الخريف يأخذنا بالتدريج من فصل الصيف إلى الشتاء، فالربيع يأخذنا بشكل تدريجي من فصل الشتاء إلى فصل الصيف. وعموما من فضل الله علينا وفضائل الكثيرة ونعم عديدة أن الشتاء لا يأتي دفعة واحدة، كما أن الصيف لا يأتي دفعة واحدة، وإنما بشكل متدرج. ولذلك متوقع أن يكون رمضان النصف الأول منه يغلب عليه الاعتدال، مع حرارة وسط النهار إلى حد ما ولطافة في أول الليل، ويميل للبرودة إلى بارد بساعات الليل المتأخرة وساعات الفجر المبكرة. بينما الشهر النصف الثاني من رمضان متوقع أن يغلب عليه الحرارة وقت الظهيرة، ومعتدل طرفي النهار، وأيضا معتدل أول الليل، وقد يكون لطيف أو يميل للبرودة في ساعات الفجر المتأخر في النصف الثاني من رمضان، مع فرصة أمطار إن شاء الله على معظم مناطق المملكة، واحتمال إن شاء الله أن نفطر على صوت الرعد أو صوت المطر بإذن الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله، والله كريم، وعسى الله يغيثنا يا رب العالمين. كل شكر لك أستاذ عبد العزيز على تواجدك معنا في أخباركم، وهذه المعلومات القيمة اللي أعطانا إياها الأستاذ عبد العزيز الحصيني الباحث.